الأخير تتعزز بنيته التحتية بمركز استشفائي جامعي. طلع جلالة الملك محمد السادس على تقدم أشغالها التي بلغت نسبة إنجازها 32%. المستشفى وهو من الجيل الثالث خصصت له استثمارات بقيمة 2,300,000,000 درهم. ياسين كويندي، عبد الرحيم بوحتيوي. في سياق العناية التي يوليها جلالة الملك لقطاع الصحة، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية الاستشفائية وتعزيز الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، اطلع جلالة الملك على أشغال بناء المركز الاستشفائي الجامعي لأكادير الذي يكلف غلافا ماليا بقيمة 2,300,000 درهم. يدعم الخدمات بالجودة بالخدمات الصحية ديال المستوى الثالث، غيتوفر على مراكز جد مهمة، كذلك أطقم مهمة، وغادي تميز بعض الأقطاب اللي هما الناس بحاجة ديالهم وكيضطروا اليوم يديروا رحلات كبيرة من أكادير إلى مراكش أو إلى مدن أخرى للعلاجات. اليوم مركز استشفائي الجامعي إن شاء الله غادي يوفر هذه الخدمات في عين المكان. وسيشمل المركز الاستشفائي الجامعي الجديد على مستشفى نهاري ومصلحة التنظير ومصلحة معالجة القصور الكلوي وعلى قطب الاستشفاء في التخصصات الطبية والجراحية والولادة وطب الأطفال والمستعجلات، وكذلك على قطب الجراحة ومركز جهوي للأنكولوجيا. المستشفى الجامعي غادي يكون فيه 1013 سرير تقريبا، وكما قلت لكم سابقا غادي يكون مش جميع التخصصات الجراحيه والطبيه والبيولوجيه وحتى على صعيد الراديولوجي، وان شاء الله غادي يكون قاطره ديال ان شاء الله اللي غتمكن من رفع ديال العرض الصحي في المنطقه ان شاء الله ديال منطقه سوس والاقاليم الجنوبيه بصفه عامه. المستشفى الجامعي اللي غادي تقام هنايا، وحنا يعني هذا امر كيسعدنا بزاف، عوض انه الواحد يبقى يتنقل ما بين المدن يمشي من هنا حتى للرباط، فالحمد لله رب العالمين، يعني هذه غادي تكون واحد الطفره. احنا محتاجين مثل هاد المرافق الصحيه، هاد المستشفيات والمراكز الصحيه لينا ولوليداتنا، لان المدينه عندها شويه خصاص من هاد الناحيه. هاد المستشفى الجامعي ومستشفى امراض نفسيه مزيان بزاف، عوض نمشيو لمراكش ولا الدار البيضاء ولا كازا ولا الرباط، هنا مزيان والناس كاع فرحانين بهذا الشيء اللي دار جلاله الملك. وسيساهم هذا المستشفى الجديد من الجيل الثالث في تطوير البنية التحتية الاستشفائية على مستوى جهة سوس ماسة وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية، وسيمكن إنجازه من تطوير العرض الصحي إلى جانب مستشفى الأمراض النفسية وكلية الطب والصيدلة. هذه البنيات الصحية ستمكن من انبثاق قطب طبي حقيقي ومتميز على صعيد الجهة. وضمن بنيات هذا المركز الاستشفائي الجامعي مستشفى للأمراض النفسية، أشرف جلالة الملك محمد السادس اليوم على إطلاق أشغال بنائه في إطار تنفيذ برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير الذي أطلقه جلالة الملك الثلاثاء الماضي. يكلف المشروع استثمارات بقيمة 55,000,000 درهم، ويأتي لدعم عرض علاجات الطب النفسي بالجهة التي تتوفر حاليا على 3 مصالح للطب النفسي على مستوى المراكز الاستشفائية إقليمية بإمزجان وتارودانت وتيزنيت ومركز طب الإدمان بأكادير. المشروع سيمكن من ضمان تكاملية الخريطة الصحية على مستوى الجهة. بخصوص هذا المستشفى، مستشفى الأمراض النفسية بأكادير، نستمع لوزير الصحة خالد أي الطالب. بالنسبة للطاقة الإيوائية ديال الطب النفسي، كتعرفوا اليوم الجهة ديال سوس ماسة كتوفر يلا 140 سرير، فهذا المشروع اليوم مرحبا به، لأن جا باش يعزز العرض الصحي ب 120 سرير كذلك، وغيتوفر على خدمات كذلك المستوى الثالث، لأنه كينضم للمركب الجامعي، فبالتالي غادي يكون إن شاء الله واحد التكملة علاجية اللي غادي يكون عندها واحد النظام تسلسلي من المستوى الأول إلى المستوى الثالث. جهة سوس ماسة تشهد إذن إنجاز العديد من المشاريع التي تعزز العرض الصحي من خلال مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية تقريبا للخدمات الصحية من المواطن، في انسجام مع الاستراتيجية التي تنهجها وزارة الصحة للرفع وتقوية البنيات الاستشفائية في الجهة. روبورتاج ياسين غويندي، عبد العالم كاوي.
على مساحة 30 هكتارا يتم بناء المستشفى الجامعي بأكادير الذي يعتبر من بين أكبر المستشفيات الجامعية بالمملكة. نسبة أشغال البناء تجاوزت 40%، وينسجم هذا المشروع الرامي إلى تعزيز العرض الطبي والتكوين الطبي وشبه الطبي وتحسين الخدمات الطبية، تمام الانسجام مع استراتيجية وزارة الصحة. غادي يكون واحد المرفق من اجل التكوين والتأطير طبيعه الحال ديال اطباء المستقبل في جميع التخصصات ديالهم من جهه، وكذلك حتى الممرضين، على اعتبار ان عندنا معهد لتكوين الممرضين بالمدينه. ولتعزيز العرض الصحي يتم بناء عدد من المراكز الصحيه الجديده التي تنضاف الى 52 مركزا موزعين على الوسط الحضري والقروي باقليم اكادير. لتخفيف الضغط على هذه المراكز الصحيه جاء بناء هذا المركز الصحي من مستوى حضاري من المستوى الاول، اللي غادي يغطي حوالي السكينة تقريبا واحد 14000 حتى 20000 نسمة. فهو مشروع من الميزانية العامة لوزارة الصحة يقدر تقريبا بجوج المليون وسبعمائة ألف درهم ما يخص البناء، وكذلك ميزانية خاصة بالتجهيزات اللي هي 400000 درهم. ويأتي هذا المركز الصحي بمنطقة أغرود لتخفيف الضغط على المراكز الصحية المجاورة، خاصة في بعض المناطق التي تعرف كثافة سكانية مهمة، بهدف تقريب الخدمات الطبية للساكنة. اللي درنا المركز الصحي مزيان، بعدا قربوا لنا كل شيء، تسهلوا لنا الأمور مزيان، في المجينات تعطيونا الدواء وتعطيو زعما خدموا مع الحي مزيان. كنمشي ندوز ما كاين لا ترونسبور لا والو، كنمشي تال بنسرقا ندوز على الحماله تعاود عاوتاني تجي، خاصك بزاف. دابا الحمد لله قرب كل شيء. على مستوى جهة سوس مسة التي تغطي نسبة 10%، هذه الجهة تحظى اليوم بمخطط استراتيجي جديد من طرف وزارة الصحة قصد بناء عدد من المستشفيات والمراكز لتعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من المواطنين.